رمضان زوين، انا من احسن الشهور اللي عندي، كنرتاح فيه صحيا وذهنيا وروحيا. سبور بيان سور، وصلة الرحم، والسخر عزيز عليا، نتسخر ونصوب العصير قبل الفطور. البطبوط معمر، خصوصا واحد الملويه كتعجبني، كليتها كنت كليتها شحال هذه في تطوان وبقات كتعجبني، وفيما كنمشي لتطوان كناكلها. وفي رمضان اللي جاي من تطوان كنوصيه يجيب لي. دابا الحمد لله جا الوالد مؤخرا وجاب لي واحد الكميه كبيره ديال الملوي، جاب لي شي 25 ملويه. يلا زدتني، كل نهار كناكل وحده في الفطور. داك الملوي كاين غير في تطوان في حي السكنه والتعمير ديال القمح، وفيه نخاله وخامر مزيان، داك الشيء بلا ما نبقاو نتهاو بنادم صايم. دار لي سالاد، اومليت بشي لعيبه، العصير، داك الشيء اللي خفيف. اللهم اني صائم.